كيف هو المشهد اليوم في واقع وكالة الأصفار، وكالة الأصفار الصحية الصحراوية. وش كان وكالة الأصفار؟ مشهد عموما هو المشهد السياحي كارثي، كارثي بجميع المقاييس، بجميع المقاييس. ساعة الوضع الدولي والإقليمي متغيرات ياسر، وبدأنا عنصر الإرهاب ومناطق غير آمنة. والشيء الأهم من ذلك أن الدولة اللي هي واجب عليها وما تنجمش تطور إلا ما تعمل هذاك تطبيق القانون. توا اليوم اللي داخلين فوضويين في الميدان أكثر من الشرعيين، وقلت لهم مرة من المرات في اجتماع في المرادي، قلت لهم ها سيجي يوم تبدو تدافعوا أنتم الشرعيين اللي تخلصوا في الأداء واللي عندكم التراخيص، تولوا تدافعوا على وجودكم. صحيح. أراه الأرض اكتسحت من لا ورق له. دخلاء. 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 به. سنصف. هل يجوز أن نتحدث اليوم عن سياحة صحراوية؟ هل ماتت السياحة الصحراوية؟ ماتت سريريا أم نهائيا؟ نهائيا ما قلتش نقول. وما يكون الإنسان شوي متفائل. إنما هي في موت. لا توا موت وفي الإنعاش. وأسفوار تقبل في الدواء ولا ما تقبلش فيه ولا يعطوا فيها في الدواء ولا ما يعطوش فيها. هذا هو. هل يمكن نتحدث عن مستقبل لهذه السياحة في الأوضاع الراهنة؟ ثمش شنو تصورك؟ ثم أمل؟ ثم مستقبل للسياحة الصحراوية؟ هو الأمل ديما ديما أنت تبدل الفيتاس ترجع بامور. في إمكانك إذا كان تعفس مليح على المبرياج تبدل تعمل بريمير وتعمل دوزيام. معنى هذا قطعان الأمل يتعارض مع سنة الحياة. الأمل ديما إنما يلزم ظروفه وشروطه. توه مع الأسف الشديد رغم لا ظروفه رغم اللي يسموا وزنة كي آخر وزير توه يتنح غدوة سي محمد علي التومي كان هو رئيس واني نائب رئيس. أيه. وصديقي التو نتكلم التو من نجم يعمل شيء. صحيح. لأن روني طرابلسي الوزير السابق الوزير اللي أسبق منه كيف كيف نعرف شخصيا 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 ولكن ما نجم يعمل شيء في ظروف عالمية في ظروف هنا مات ماهيش كان وزارة السياحة وزارة السياحة وزارة الداخلية وزارة البيئة البلديات الولاية. به. سيد المصف شنو هو في رأيك الحلول العاجلة لإنعاش السياحة الصحراوية وإنقاذ آلاف العاملين؟ لا ما ثمش. عندك حلول عاجلة؟ تصورات عاجلة؟ صعيب؟ لا ما ثمش. لا 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 توجد لا توجد لا توجد حلول العاجلة. أن يا أخويا طبقوا القانون دولة مش أنا وكيل أسفار ولا نزل نبعث الحريف في ألمانيا نقول له راهو بخمسين دينار لأني قاري حسابي في التأمين وقاري حسابي في الأداءات وقاري خلص الخدام في الأمور القانونية. يبعث للداخل يقول له لا بعشرين أجيش معنا. به. سيد المصف باش نرجع بك شوية تالي لتاريخ السياحة الصحراوية نرجع لها. مجيء بن علي للحكم 87 أول مجلس وزاري خاص بن علي كان للسياحة الصحراوية يوم 12 نوفمبر 87 وفيما بعد أصبح هذا اليوم يوم وطني. ويظهر لي سي المنصف وكبت أنت ندوة سياحية كبيرة آخر يوم في عهد بورقيبة يوم 6 نوفمبر. تحكينا على ظروف ساعة هذيك وهذا المجلس الوزاري وجاي بن علي. 6 نوفمبر يا سيدي قالوا لنا ندوة إقليمية في قفصة حضرين لها الولايات الستة. 6 نوفمبر 87 6 نوفمبر 87 ندوة إقليمية ندوة إقليمية 6 ولايات و 6 ولايات ويشرف عليها منصور الصخيري وزير بورقيبة حكومة حكومة وحده هو حكومة. وجيهك العشية يا سي جلال في عين جهية شيء كبير شطان ملي لا راسه. تصور فيصل شحدورة والي وحتى القامة الجسدية مهيبة يقرأ في ورقة في ورقة دع ترحيب والله يصطفك
جيس أحمد السماوي مدير عام وقتها ديوان السياحة ولا كاتب دولة، لا مدير عام، يقرأ في إحصائيات قال 18 مليون ليلة سياحية حققناها. باش تعرف أخلاق هالوزير هذا، أي هدرة كبيرة وهدرة كبيرة كيف استهزار السيدي. وبعد قالها بصراحة، خويا أنا راني مانيش نلعب، راني وزير، اللي عنده 400 ولا 500 مليون يكلمني، ولا ما عنداش مش لازم، تو نروح للساحل نجيبهم. كل عنجة هي ما حسيتوش توصل ثم حاجة يومها لحظة أخيرة ما ظهرش. أما ربك يحبك فيها. مشي أمر المطار مسكين يتكلم، مطار توزر، قال إحنا المطار صرفين عليه وكذا، اتكى هو هكا على القوالي منه هذا، قال ما أمر المطار يمكن شنو أسي موظف عمومي، شكون شورت باش تخطب في اجتماع عام جاي تحاسب فينا؟ ها؟ معناه الراجل نزل عليه باللكمات، تم راجع قلنا يا حليلة غدوة هذا باش يتم لذرة. والله العظيم صدقوني أن الراجل ما عرفش الصف اللي كان فيه والكرسي اللي كان فيه. نطلع وقتها نكتة عمك الله يرحمه، قال لي نوض تكلم، قلت له نظنت أخويا أني ريت الصيد الليث يبتسم. لا يا حبيبي. وكان من غدوة مبرمج الوزير باش يجي لدوز يوم 7 نوفمبر. احنا في الليل ثمك كملنا، قالوا برا تعشوا، نتعشوا احنا في العشية، جاو قالوا راه ثم زوز طياير مروحين لتونس، هيا اللي مروحين لكم، جابوا إطارات كبيرة حق. سياحة. بنوك وسياحة و... لا لا جابوا ياسر. هيا روحوا. احنا خرجنا في جرة الصخيري. لأن ماشي النفطة واحنا نصف الثنية معاه، قلنا نمشوا سكورتي، لأن السبعة ثمانية انتهى الصبح تجينا لدوز. جيكم لدوز. شوية هو طاف عليه طائف من ربكم، شوف في الليل في نفطة في الوتيل هزوا. نغدى صباحا جيت جيت اللجاس نتاع سي عبد المجيد، هيا ولدي قلت لهم راه الوقت وخر تمشي الوزير، وخر هيا نمشوا. قال من تمشي؟ قلت لهم منصور سخير. قال منصور سخير ممكن راه في تونس ولا ليه؟ قالوا كذا هاك الطيار اللي روحوا من تونس وقتها في المطار غادي هزوا منهم برشا ناس وقفوه، تذكر الهادي عطيه مدير تونسير ذات من المطار. معناها بن علي ملف السياحة الصحراوية لقاه جاهز. جاهز. هاك علاش عمل الأول في المجلس الوزاري. والله وللتاريخ. للتاريخ. لي ملف جاهز وبادر آخر ملف نظرت فيها الدولة اللي فاتت اللي ركبوا على أنقاضها. خذها بعين الاعتبار ونهار 12 اعمل فيه مجلس وزاري. واللي قرر أغلب تنفذ لدي المنطقة السياحية. وقتاش تنفذ؟ فترة التسعينات هكا هي فترة هكا. تو كي نجدوا على المهرجان تنذكرك بحاجة في هذا في المجلس الوزاري تهم المهرجان. هذا سؤالي تو توجيه المهرجان. المهرجان سي المنصف أنت عضو مؤسس لجمعية المهرجان برئاسة المرحوم عبد المجيد بلطيف اللي أسستوها منذ إحداث الولاية، منذ 81 إحداث الولاية 81، وكنت في الجمعية هذه أول جمعية كان سيد رئيسها سيد عبد المجيد، كنت مسؤول على الاستقبال والإقامة والعلاقات الخارجية. كنتم تنظموا كما أشرنا زوز حوايج تنظمها، ندوة كبيرة، وتنظموا في يوم في صباح اليوم الافتتاحي في رحلة صحراوية كبيرة للضيوف. ماذا عن هذه الرحلة وعن هذه الندوة؟ شوف اللي قلته صحيح، ولكن الإنسان تو يشعر فعلا برشا إحباط. تعرف المهرجان هو اللي دعم السياحة، والمهرجان هو اللي دعم التنمية. هو اللي جاب السياحة؟ مش جابها، أما دعمها. دعمها بشكل كبير. وهو اللي دعم التنمية. معناه احنا هذاك القلب النابض. قصينا له عروقة. قصينا له عروقة. معناها لولا المهرجان ما كانش تم التنمية. لا. حتى تكون ذر الرماد على العيون وما تكونش بالشكل هذا. أبدا. ليش؟ المهرجان فيه الندوة هذيك ما تشتراش بالفلوس.
جيبوا الوزراء، جيبوا اطارات عليا، خبراء، نقعدوا ماناش نعملوا في السياسه، ماناش نعملوا في السياسه. تكلموا مثلا على المي، خبراء المي يجيبوا دراساتهم ويجيبوا ارقامهم وكذا، وتبدا الناس فعلا في تنبك عمل وتصحروا الرحله كيف نهزوهم، يدوروا من بقعه لبقعه يشوفوا بعين المكان. الرجيم معتوق من دعم، باهي فكره صحيح من الحكومه ومن كذا، لكن من دعمها ومن خلى السوق الاوروبيه ومن خلى ايطاليا تدخل في تمويل. وين تهزهم سيدي المصطفى؟ تهزهم برحله بعيده الرجيم معتوق. هزناهم الرجيم معتوق والفوار و... اي رحله طويله. رحله طويله، احنا ديما تناقشوا رحله السنين، شنو اهدافها السنين، شنو النقاط اللي سيبلي انا المستهدفه، المي، التصحر، زحف الرمال، هذيك اللي نتوجهوا لها ونركزوا عليها. انا بعد تنموي المهرجان، بعد تنموي، بعد تنموي ما عندهاش كلام. اللوم سي المصطفى، هل ما زال المهرجان يلعب هذا الدور، الدور الرئيسي في تنميه القطاع السياحي؟ الدور يلعب دور، مع تقديري للناس اللي خدموا فيه، اللي يخدموا فيه ولا خدموا فيه، ما نلومش عليهم انا، لانهم ما عندهمش تجربه، ولربما عدم الاستقرار هذا اللي عم اجهزه تونس كلها يخليهم لربما ما توا المهرجان في دار العجز. انا في دار العجز، ونقول لك قبل السياسه تتدخل ما نقولوش لا، اما تو تتدخل اكثر. توا هالتلاعب كل عام جيب الكيب، وهو القاعده يقول لك اذا كان عندك فريق منتصر ما يتبدلش، ما يتبدلش. صحيح، احنا كل عام زي فرقوا في نخلة الجد، ما يجيش. باهي سي المصطفى، عندكش في هذا الاطار تصور، عندكش رؤيه، تصور لتطوير المهرجان وتحقيق اشعاعه الحقيقي وتسويقه وترويجه ربما؟ عندي تصورات عده، وانا كيف كنت في الجامعه عندي امكانيه حضور لجنه اسناد المنح للمهرجانات، ها معز عبد الجليل يشهد، وهاو اللي كان في القباضة الله يصبح عليه من زعفران، وكان يخدم في تيل توارك سي عادل، عادل، عادل بوزي. أنا في تونس جيتهم هنا قلت لهم ترى جمعوا لي الهيئة نتاع المهرجان، اجتمعنا قداش تاخذ فلوس؟ صادق بالطيب و وعادل والمحامي الناقوسي، الناقوسي قالوا والله في الواقع في الاوراق 60 وفي الحقيقه خذنا كان 30، لان والي قال لنا ال 30 هذا ما راني باش نخليهم جايني وفد تركي ولا ايه، صدق بالقانون معناها. ما وعدت شيء، مشيت حضرت اول جلسه للجنه هذه، قالوا العامه معناها. كيف وصلنا قلت لهم دوز تاع وزاره الماليه، قال لا دوز ما تعطاش شيء. يا صديقي قلت فيك عندك عداوه مع دوز؟ قال لي مش عندي عداوه، يعني انت عارف هذه فلوس الدوله نوزعوا فيها. قال لي مهرجان دوز اللي اعطانا تقرير مالي على الدوره اللي فاتت، اللي اعطانا برنامج تاع الدوره اللي فاتت. انا عندي بعض اعضاء ثمك في اللجنه هذيك. كما يقولوا طلبت المسانده والدعم ولوبي، قلنا بالله تعملوا فضل ولا نزيدوا اجلوا جلسه اخرى. هيا نختصر لك، تكلمنا من ثم بعد جلستين باش عام جبت لهم هم 150 و75 للبلديه للزينه. الناس قامت عليه القيامه في قبلي، والله اللي مش قصدهم ما تذكرش قدامي، اني هنيت على دوز مشيت روحي. حاضر معز اللي تو في الجامعه في قبلي، قالوا لهم ودي خذوا 5000، قالوا لهم انتم ما اتصلتوش بيه، هو راه ما حضرش جلسه كامله، وهاو عام اخر جيبوا له دوسيكم تو يدافع عليه، راه واني والله الا كان يحلوا في بالشروط ماذا بيا، والدنيا تاخذ غلابه.
صحيح. قلت لك عامها 150 مليون والبلدية 25 وناديته بعد تعدي المهرجان حتى استدعاء ولا ما عملوه. قلت له ماني منمشيش بطبيعتي وكاني ماشي مانيش في حاجة لاستدعاكم. أما نحكي لك على العقليات، هذا ما منعش أني بعد كلمت أنور الشتوي اللي هو المندوب قلت له بالله هات الندوم حضر عادل والصادق بالطيب، حضرنا في الجامعة يا ولادي وقتها في جافي يا ولادي وين التقرير المالي وين برنامجكم الجديد، راهو هضومة تو بالوقت أني راني نضمن لكم فوق 300 سنين. قالوا لي ما يجي فيفري كان يكون عندك، مش عارف فيفري 2030 2050. به سي منصف، هذه كما اشرت وانت نشطت في الجامعه هذه جامعه تونسيه وكاله الاصفار كنائب رئيس منتخب، اي ما هو دور هذه الجامعه واشرت انا تهم؟ الجامعه هذه كانت قبل شبه معينه، عملنا بعد الثوره في عام 2011 جوان 2011 انتخابات ديمقراطيه، ثم ثلاث قوائم متنافسه 830 وكيل أسفار ينتخب بحضور عدد معناه بشفافية مطلقة ديمقراطية لا غبار عليها. نجحت وخذيت في توزيع المناصب نائب رئيس الجامعة. هذه أشني هي لو قلنا بكري ديوان السياحة، هذاك السلطة يقرر ويشرع ويراقب ويتفقد و و و الجامعة هي ما نقولوش نقابة فقط صوت وكالات الأسفار، لكن تعمل على إثراء المنتوج، على تسهيل عمل وكالات الأسفار، على حماية وكالات الأسفار، الدفاع على مصالح وكالات الأسفار مع شركات الطيران، مع النزل، مع السلطة. هذه بصورة عامة الجامعة. به سي منصف، نحب ناخذ رأيك في بعض المسائل والقضايا السياحية الهامة، القضايا الموجودة الآن، ونستفيد من تجربتك الطويلة في هذا المجال. ثم منافسة بين السياحة الشاطئية والسياحة الصحراوية، هل هي هذه المنافسة قائمة موجودة؟ هل هي شريفة؟ هي مش منافسة لأن قوى غير متوازنة. خلقت السياحة الصحراوية تابعة للنزول اللي في الشواطئ. راهو ثماش في السنوات الأخيرة ثماش 0.1% أن حتى كيف يكلمك نتاع الشاطئ ولا بدها كمار عليه أن بايع منتوج خاص بالصحراء. يا ودي الصحراء يلزمها شخصية واحد تسوق واحد راي فايدة للهي هنين عليها، وفايدة حتى للسياحة الشاطئية والسياحة التونسية عموما. أول ما يلزم قلنا أعملوا لها إدارة عامة في وزارة السياحة ولا في ديوان السياحة، إدارة عامة للسياحة الصحراوية خاصة لأنها تعرف خصوصياتها وتعرف التشريعات اللي تتلائم معها. المنطقة هذه ما هيش هي نفسها تجي في عند راهم ولا تجي في سوسة. بعض القضايا أخرى في أسلوب برقي، ثم اقتراح تفكير في نطاق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ثم اقتراح ربما في تخصيص واقتناء طائرة صغيرة في دوز. شنو رايك في الاقتراح هذا؟ يكونش عنصر تنميه للمدينه، يوفر ربما النقل السريع للسياح، طائره في دوز، طائره صغيره على ذمه السياح. هو كل اضافه اثراء للمنتوج فيها فايده في الشكل. انا مش كان الطائره اللي باش تجيب سواح ولا تسرع تهزهم من دوز يمشوا يتغدوا في برما، وتهزهم من دوز يتغدوا في حضره الرشاد. علاش لا هذا؟ علاش؟ يعني نقول توقع حوادث في الصحراء. صحيح.
يعانوا الحرس ويلتجوا للخواص لوكالات الاسفار، اعطيني كرهبتك واعطيني كذا. واقترحت هذا في ديوان السياحه في الندوات وفي كذا، راه ساعات كنت تكلفني مشاكل. قلت له كيف يجيكم واحد يحب يعمل وكاله اسفار ولا زوز؟ قال تعال جاي، هاو نقولوا لك على مشروع يدر عليك فلوس، وانتم كدوله تاخذوا به بعد اخر، اللي هو مثلا هات يا خويا نعملوا مركز هنا، مركز النجده، فيه طياره، فيه زوز كمان امبيلانسات بدكات فكات، فيه طبيب، فيه ما فيه تشريع تعملوه انتم، ما يخرج عبد ماشي للصحراء الا ما يتعدى يعمل اشتراك في هالمركز هذا بمقابل. صحيح. هذا حتى شركات التامين كتجروهم للمفاوضات هذه يشاركوا. يشاركوا. صحيح. به السوق التقليديه سي المنصف في دوز، سوق الاسبوعيه، السوق التقليديه ومتحف الصحراء، صرفنا عليهم برشا فلوس، برشا مليارات، ولكن مش مستغلين، مش موظفين التوظيف الامثل. كيفاش حسب رايك نجم نوظفوهم هذوما؟ خاصه المتحف. المتحف. خاصه المتحف. توا من بين الضرر الحاصل ان باش تعمل رحله في بر تونس تمشي لاي مكان يلزمها تاشيره من ديوان السياحه. توا يشد عليك يا سي جلال يخرج من جربه الصباح يجيب لك صار غلال ويتغدى في مطماطه ويروح الجربه، ولا يخرج من جربه يجي يتغدى في دوز ويرجع الجربه، ولا يخرج من سوسه والحمامات الصباح يتغدى في مطماطه ويرجع عبث. هذا عبث. انت ما تصحلاش برنامجه قال وانا ما تزورش في متحف دوز اجباري تعمله. صحيح. انت شنو جاي من قصر غيلان تتغدى في دوز وتبات في مطماطه شو الفوضى؟ لا سي لا، يزمك ليله في دوز، اختارها وين تحب دوز ولا كده. اما لابد البرنامج هذا ما نعتركش على 14 ساعه. صحيح. كل شيء ممكن اذا كان الناس الكل تقوم بالواجب. صحيح. والواجب واضح. المنصف الحديث معك كما قلت لك تشجون وشيق. شرفنا على ختام هذا اللقاء بمن يعترف المنصف الشتوي بالفضل في مسيرته السياحيه والمهنيه. اعترف لله واعترف لنفسي لانني كنت كالعصامي او عصامي. عصامي كنت نفسك بنفسك. كنت كالزهره معناها تأخذ الرحيق كالنحلة تأخذ الرحيق من كل زهرة. خدمت في وكالة الأسفار البرة، خدمت في وكالة الأسفار أجنبية، خدمت دليل، خدمت كذا، ديما قاعد اكتسب في المعارف في التجربة وما أوتي الإنسان ولا علمي إلا قليلا. أني نقرأ ياسر، كنت لمدة عامين فاتوا يستحيل لكان تجيب لي أنت زرقت البنج جبنجني باش نرقد إذا كان ما قريتش الصفحات من الكتاب. والله في قصر غيلان ما يسكروا الماتور بكري تاع الضو نزيد نشعل شمعه باش نقرا. ممتاز. به امنيه لم تتحقق سي المنصف لم يحققها، يتمنى ان تتحقق. يس. على المستوى الشخصي، على المستوى العائلي، على المستوى الوطني. يس. شنو هي اغلى امنيه عندك؟ يس. ربي يحسن عاقبتنا ويصلح حال ذريتنا ويمنع بلادنا من كل بلاء وكل وباء وكل هم وغم، وإن شاء الله ترجع الأرض تنبت والسماء تمطر والناس يدور الفرنك وتتحرك أمورها وتتحل أفكارها. الأمان ياسر، معناها ما بين قوسين على ذكر الوالد توا ياسر رأس بلديات، ماهوش بالضرورة الكل باش يعملوا لهم ساحات ولا شوارع ولا شوارع بيسميهم، لكن أول واحد عنده رمزية أخرى. صحيح. صحيح. أنا مرة واحدة في خمسينية أي حفل يشرف عليه اللوجيني وسي عمر بثابت هو رئيس البلدية، خذيت كلامه
قلت لهم بارك الله فيكم على التكريم وهذه بادرة طيبة وتشجع الشباب وتشجع كذا، لكن والله عندنا رجاء من العائلة لكان تسموا حتى دورة تاع نهج باسم المصدر. قطعني الوالد قال لي سمعني تلاش عمر، قال عليه ايش ثم هذه تتطلب اعتمادات ميزانية. صحيح في المصف يعطيك صحة مشكور جدا على هذا اللقاء على هذه الصراحة، حبيت أشكرك، ممنونين جدا وكنا سعداء بهذا اللقاء. هذا اللقاء شيق فيه شهادات كبيرة، شهادة تاريخية. مشكور جدا، نشكرك أنت ونشكر أخواني التقنيين. الشكر موصول كذلك لأعزائي المشاهدين على دعمكم وتشجيعكم واهتمامكم بهذا البرنامج، وحتى نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله من برنامج لقاءات. أقول لكم إلى اللقاء.